هذا المشروع القومي يحمل اسم الأسرة المصرية في عنوانه، لذلك كان لابد من أن نستطلع آراء الأسر المصرية بمختلف فئاتهم وأعمارهم وفي مناطق ومحافظات مختلفة، لنسألهم عن خصائصهم السكانية وتأثيرها على أحوالهم المعيشية. خمس عيال، معايا ستة. عندي خمس. عندي ولد وبنت. معايا ستة. معايا أربع أولاد. ثلاث أولاد. معايا ستة عيال. ومعايا ست أولاد. في بيبي لسه نيو بورن، أنا في شهر الخامس. أمر ربنا. لا إله إلا الله. إرادة ربنا بقى هنعمل إيه؟ نصيبهم يجوا على الدنيا هنعمل إيه؟ والله كان عصرنا كده في المدة دي، فين الدنيا وفين الناس يا ابني؟ كنت متفق على اتنين بس ربنا أراد بالتالت. هو إحنا كنا متفقين على تلاتة بس أنا حسيت إن أنا مش قادرة على المجهود ومحتاجة مساحة بتاعتي ومساحة ليهم، فكان كده بالنسبة لي كفاية لمقدرتي. عشان أعرف أربيه كويس، أعرف أعلمه كويس، أعرف أعيشه في المستوى اللي أنا كان نفسي إن هو يفضل عايش فيه طول حياتي. فعلاً كنت نفسي في ولد، ونقول كل ما تيجي بنت مين كان ربنا يرزق ولا خلفت يعني لغايه ما جبت الولد. لغايه ما جبت الولد البيت عندي مطرح واحد، اوضه وصاله. هنسمه بالزهر. في سرير للبنات وفي سرير للولد. بنت بتنام مع سته والصبيان بيناموا بره في اوضه برانيه. بيناموا في الارض، اللي بينام على السرير واللي بينام تحت السرير. علمنا كويس، دخلنا كليات كويسة. أعتقد لو أنا لو كان عندي كذا أخ وكذا أخت كان الموضوع هيبقى أصعب كده. لو كان اثنين كنت قدرت اللي أنا نعلمه، لكن أنا ما عنديش حد متعلم. لا فيهم واحد متعلم. أصل إحنا بنخلف العيل عشان يطلع يسندنا. ابني بشغله نقاش كان يطلع من المدرسة وبيشتغل عشان يساعد معايا. أسيبه يشتغل جنب تعليمه عشان يساعد معايا. والدي أنا مخلف ستة، كنت بشتغل من رابعة ابتدائي، بصرف على نفسي لحد ما وصلت الدبلوم. خرجت من التعليم. لا بيشتغل معايا عشان بيساعدني. أمس عيالي عشان يساعدوني. ما رضيش والله. الله يتعلم. لا ما اكدبش عليك ان انا مقصر معاهم. طالع عيني. تربيتنا العيال تعبتنا خالص. مجهود كبير، شقة وتعب. ما هم الخمسة بياكلوا في رقبتك. يعني مثلا الولد عايز مثلا أربع كشاكير أجيب له اثنين، عايز لبس زي زمولات، عايز كوتش أو لبس ألعاب زي زمولات وما أجيبلوش. هفسح مين وأروح لحد ما حاجة للفسحة؟ أركب العربية بنام للتعب والشقة اللي إحنا فيه. طفل واحد هيكون فيه طاقة أكتر ليه واهتمام بيه مادياً ونفسياً. لما إحنا بنزيد الجودة بتقل. كل حاجة متخصصة لكل حد هتبدأ تبقى بتتوزع على ناس كتير قوي، يعني مفيش حد هياخد الفير بارت بتاعه. الجواز بقى 11 شهر ومعايا بنت واحدة خلفة كمان وخلاص. معايا ثلاثة. كل معايا ثلاثة. قلنا ثلاثة عشان إن شاء الله تبقى يعني معيشة وتربى كويس وتعلم كويس، لأن إحنا كان عندنا تجربة، والدي كان تسعة، فطبعاً كانت الحياة صعبة شوية. أيوه. فإحنا بقى خدنا خوض التجربة دي والحمد لله. عندي الحمد لله بنتين، على الأقل خالص واخدين حقوقهم في التعليم، في التربية، في المحبة، في الحب، في الحنان. ما ينفعش أنا أبقى عارف إن أنا بدخل لي 20 جنيه ولا 60 جنيه كل شهر، بخلف خمس ست عيال. لو على ايامنا كان في تنظيم الاسره والكلام ده كله كان هيبقوا واحد او اثنين بس كفايه كده. لا هو اثنين كده حلو قوي، يعني ياخدوا حقهم في كل حاجه، يعني في الاهتمام وفي الرعايه وفي كل حاجه. لو رجع بيا الزمن والله يا ابني هم اثنين برضه، لان هيعيشوا. لو واحد يبقى باشا ابن باشا، تاكلوا بمعلقه ذهب. المفروض عيل او عيلين بالكثير خالص. فكرة الخلفة كتير هتأثر على صحة، على تعليم، على حاجات السكاني في كل حتة. لو كانوا اتنين، لو كانوا تلاتة كنت هنعلمهم. لو كانوا اتنين تلبى المكان حلو. لا لو رجع بيا الزمن وأعرف إن الأيام هتبقى كده أجيب واحد بس مش اتنين كمان. مشكلة الأطفال دي والخلفة الكتيرة دي أنا مش معاها. الحياة عايزة إن أنت يعني بتحسبها صح. خالص. أنا بقول لك من كان عاطي ما كنتش عايز الخمسة، أنا كنت عايز اتنين. كنت عايش في البيت كده بتعرف تبقى مبسوط. لو رجع الزمن ما كنتش هجيب غير فعلا اتنين، يعني كنت أعلمهم كويس جدا. لازم يبقى يعني المستوى اعلى من كده كتير قوي. انا خلفت اربعه واتبهدلت وعلمتهم، فانا عشان كده وعيت عيالي يخلفوا اتنين. انا ابني
لسه متجوز بقاله سنه بقول له يا ابني كفايه عيل بس كفايه واحد. عيل ابرك من خمس عيال في الزمن ده. عيل عيلين على قد مرتبه وعلى قد فلوس اللي هم جايين يقولوا الحمد لله رب العالمين. مسؤوليه طفل ان انت تطلع طفل سوي وناجح دي مسؤوليه كبيره قوي. انه يحسبها صح يعني خلف واحد او اثنين بس. انا بنصح اي حد بيقبل على الجواز والخلفه ان هو الاول يحسب امكانياته كويس وبعد كده يقرر يشوف هو هيخلف واحد ولا اثنين. نقول للناس الجيران كفايه عليك ولد وبنت. محدش قالك ما تخلفش بس ربنا يرفوه بالعقل. كلنا نفسنا عيالنا تكون احسن مننا. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.